في أحيان قليلة يعلق معك بعض التطبيقات في ساعة أبل. فعلى سبيل المثال، لو فتحنا تطبيق مواقيت الصلاة وعلق معنا التطبيق، مجرد أن نجي نضغط على زر التشغيل لحد ما تظهر لنا هذه القائمة. الآن نضغط على الديجيتال كرام أو الدائرة، فالآن لو فتحنا التطبيق مرة ثانية فراح يشتغل من أول وجديد. فبهذه الطريقة أن تعمل إغلاق إجباري للتطبيق. أتمنى تكون المعلومة أفادتكم، ولو حبيتوا معلومات جديدة أو تلميحات عن ساعة أبل، ياريت تعطون لايك للفيديو وتكتبون لنا تحت في الكومنت أو على سناب شات. يعطيكم العافية ونشوفكم مع فيديو قادم.